قبل الفاصل كنا بنتكلم مع دكتوره اميره ان ازاي نعالج الطاقات الانفيه بتاعتنا وازاي نخلي وشنا مفرود وشكله حلو. اول جزء هي اتكلمت عليه دكتوره اميره، كانت بتكلمنا عن الفيلر، ده اول جزء من العلاج. الطاقات الانفيه في بدايتها حلها سهل خالص، هو فيلر، سرنجه فيلر هنا وسرنجه فيلر هنا، حسنوا المشكله. خلاص ابتدينا خلاص نهمل في نفسنا شويه، او الناس اللي لسه بتسمعنا دلوقتي بتتفرج علينا وفي طيات انفيه عنيفه شويه زي الموجوده على الموجوده دي ميديوم. يعني ينفع نكون بنستخدم جهاز الهايفو، وينفع نكون جهاز الهايفو ده من غير الم خالص يا روني، انت عارفه يا دوب الم عند العظمه دي والعظمه دي. بنحط البنك، بيسالوني قبل ما يطلعوا على السرير في شكشكه هنا وشكشكه هنا، لانه دي موجات صوتيه زي السونار بالظبط، وبتبدا مع مرور الوقت بتحل المشكله. ايه ده اللي انا شايفاه ده؟ ده بجد؟ ده طبعا احتجت اعمل خيوط ياروني وفيلر. اوكي. لان احنا عندنا مشكله ان الطيات الانفيه بقت عنيفه، الجلد هنا زق، يعني الفراغ ده مع اتجاه الجاذبيه زق الطيات الانفيه. السؤال بقى، لما حد بيجي زي اللي هنا الصوره دي، انت عملتي خيوط وفيلر، بتعملي مين قبل مين؟ بصي يا روني، الفرق ما بينهم لازم، وهنا برضو بالظبط الفرق ما بينهم لازم يبقى في حدود اسبوعين. يعني انا اعمل مثلا النهارده الخيوط، الخيوط هتشد، النتيجه بتبان وهو قاعد في الجلسه. بديله مساحه من الوقت ان الخيوط تبدا تتعشق في الانسجه ويشوف شكلها، وكمان عشان اقدر انا احقن الفيلر اشوف ايه الفراغات او ايه الاماكن اللي لسه محتاجه تتملي. بعد الخيوط عايزه اسالك، الفيلر نتيجته بتبان وقتي صح؟ والخيوط كمان، والخيوط برضو؟ وهو قاعد الشد بيحصل في نفس الجلسة، بيشوف وشه شخصية تانية خالص، اختلف. ومش بتوجع؟ لا مش بتوجع. ليه يا روني؟ ما بتاخدش 10 دقايق وبنحقن بينج والموضوع بسيط خالص.